أنا استوقفني الحقيقة حديث البعض، حديث البعض أو بعض الإعلاميين أو بعض أعضائنا وإخواتنا في السوشيال ميديا عن أربع لاعبات مشيوا من النادي الأهلي راحوا نادي الزمالك. مهم جدا جدا إن حضرتك تعرف، وكل جمهور النادي الأهلي أنا متأكد إن هو يعلم هذا الموضوع تماما. النادي الأهلي عنده سقف من التعاقدات. هتقولي مفيش حاجة اسمها سقف ومش عارف إيه، لا فيه، بدليل ليفربول واللي بيعمله مع محمد صلاح. فسقف التعاقدات في النادي الأهلي محدش كسره في تاريخ النادي الأهلي بما فيهم بعض اللاعبين اللي مشوا من النادي الأهلي خلال الفترة السابقة يعني، وهتكلم عنهم لأن أنا عندي النهاردة كلام كتير جدا في هذا الأمر. طيب، إذن السقف ده عمره ما هيتغير. السقف ده مش في الكرة بس، السقف ده في جميع الألعاب الخاصة بالنادي الأهلي. بمعنى، هل ينفع أن أنا وأنا بتكلم مع ناشئ في النادي الأهلي مثلا أروح، أو قبل ما أتكلم مع الناشئ ده أعلي رقم لاعب أو لاعبة في النادي الأهلي بيلعب في الطايرة أو سلة أو هندبول أو أو أو؟ وأنا هنا هتكلم بمنتهى الصراحة، محدش يزعل مني، أنا هتكلم بمنتهى الصراحة مع حضراتكم. هل ينفع ناشئ في النادي الأهلي، ناشئ بيلعب تحت 17 سنة كرة قدم يعني في النادي الأهلي وبيتعمل له عقد لأنه مميز، هل ينفع أن أنا أديله أكتر من لاعبة بتلعب في النادي الأهلي فريق أول في الكرة الطايرة؟ لا طبعا ما ينفعش، لأنه في النهاية زي ما قلت لحضراتكم، لو عليت هنا يبقى هعلي كل الناس، أنا مش بعلي في منطقة وما بعليش في الباقيين. لا، التعلية السقف المرتبات أو سقف التعاقدات بيبقى في منطقة، بيبقى في كل الألعاب. هو ده النادي الأهلي، مؤسسة النادي الأهلي بتمشي بالشكل ده. فما ينفعش تقول لي معلش اصله علي هنا شوية فهنا مش هيتأثر. لا، النادي الأهلي عندما يتعامل مع لاعباته أو لاعبينه في كل الألعاب بتبقى، لو الكرة عليت بتلاقي اللي بعده علي، بتلاقي اللي بعده علي، بتلاقي اللي بعده علي، وهكذا. ليه؟ أي مؤسسة في العالم، أي مؤسسة محترمة في العالم فيها هذا الكلام؟ خلاص؟ فبالتالي ما تقوليش أصله سقف ومش سقف، والكلام اللي بيقعد يتقال على السوشيال ميديا لمجرد الكلام وخلاص. لكن أنا بتكلم مع حضرتك بحقائق وبمنتهى الصراحة. هو إيه اللي بيجيب الفلوس للنادي الأهلي؟ اسم النادي الأهلي وكرة القدم وبقية الألعاب بنسب أقل، ولكن كرة القدم هي اللي بتجيب الفلوس الأكتر. حقوق الرعاية والكلام ده كله بيجي من خلال كرة القدم، وبالتالي كرة القدم بتعلى بتعلي بقية الألعاب. ولكن السقف اللي محطوط هنا هو السقف اللي محطوط هنا، النسب مختلفة يعني، ممكن يكون باخد هنا مثلا 10 جنيه وهنا باخد أقل شوية، لكن هنا سقف وفي سقف وسقف وسقف مش هقدر أعديه. هذا هو النادي الأهلي، وهذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. مؤسسة النادي الأهلي بتعمل كده، وأنا بس حبيت أوضح لحضراتكم النقطة دي.